العالم يعشقون الجدال. أبشر بعزك وعندك حزام في لزومك يسلكون المعام. يشهد الإخوان شمع الفعال تحية تتواصل مجددا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم وعلى البركه. نتحرك بشوط اخر يحمل عنوان الجعدان الحجايج وكما المسافه هي 3 كيلومترات. نتحرك بهذا الشوط الكبير في عالم هذه الرياضه في هذه التحديات. شكرا للجان العامله على المتابعه وحسن التنظيم. نذهب الى المقدمه لنرى شعار مصبح بن طالب المحرمي من يسجل الهارب في هذا الشوط. الله يعلم بهروبه يا المحرمي، هل هو يواصل الهروب او اخوان شمح يطب من اليسار ومن اليمين. ناخذ حميد بن كعيب الفلاسي مع شاهين، يقدم شاهين في المركز الثاني. يعود مره ثانيه الهارب وشعار المحرمي هو من يتابع هذا الطريق الى الناموس. اشوف ايضا شعار اخضر على ابيض يتقدم بالوانه الجميله، يتقدم ايضا بوزنه الجميل وبالاصاله، ولكن محمد بن عتيج بن خفيه من خذ المركز الاول بكل نعومة وبكل سلالة، يتقدم مبدعا إلى المركز الأول على ظهر. أشوف 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 زيدان زيدان سيف بن عتيج المقعودي، هذا اللي وصلنا إلى المركز الأول، ولكن يشبه شعار بن خفية أو شعار بن خفية، ولكن دول عندنا باسم سيف بن عتيج المقعودي. أما المركز الثاني، المركز الثاني الوصول من قبل شعار السيد سيف أو سعيد بن علي بن كليب. النقلة التالية الله يا بن حبيب، الله يا راعي التواقيت اللي واصلنا بالتوقيت الآن. تيم قعودك تيم قعودك يا علي يا بن محمود يا بن حبيب. أما المركز الرابع شعار حميد بن كعيب الفلاسي. المركز الخامس سالم بن محمد بضبيعة. سادس المراكز يأتينا محمد بن راشد بن مرخان على ظهر قماري. الله يا أخو قمري الله يا أخو قمرية، وصلنا نرحبه ونستقبله بالورود وبالعود وبالدهن العود. هناك المتابع أيضا من المركز السابع، وصلنا سهيل بن مبارك برقاد، وصلنا يرج الميدان رج يرج الميدان رج. المركز التاسع هناك أيضا وصول من عبيد بن محمد بن بدر العليلي، وصلنا على تاسع المراكز. والمركز العاشر سيف بن مطرب اللاحج الهائري. هذه النتيجة هذه النتيجة متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. نعود مع اللي غير أوتوماتيكي. يلا يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي، اطلع 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 يا ولد، اطلع يا ولد وتسيد وتسيد تسيد الشوط وتسيد الميدان. نعم نعم نجد، نعم نجد وعلي بن محمود بن حبيب. الرضا هو من يقدم نجد في أول المراكز. أما المركز الثاني وصلنا أيضا شعار السيد سعيد بن علي بن كليب. قماري واصل قماري واصل، يلا يا قماري، نبغي 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 سهرة نبغي سهرة في هذا في هذا القماري. يلا يلا يا بن مرخان، يلا يا بن مرخان حرك حرك. ولكن بن محمود بن محمود ما هو براضي، علي بن محمود بن حبيب الرضا ما هو براضي أن يعطيهم المجال رقم التحديات ورقم المتابعة ورقم المواجهة. الرابع خطير الرابع خطير سهيل بن مبارك برقاد. ياكم برقاد ياكم يا بون خلي. محمد بن طالب بن مبارك بالقوبة، وصلنا. يلا يا بن محمود يلا يا بن محمود يلا يا بن محمود، يا علي يا علي يا علي يا علي، روح 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 بالناموس، روح يا علي روح، ياك برقاد ياك، روح يا بن محمود روح روح يا ابو عالية روح 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 روح، دق الباب دق الباب دق الباب يا بن محمود. ايدك فوق ايدك فوق ايدك فوق يا بن محمود، خل اعصابك خل اعصابك نار خل اعصابك نار. نجد 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 علي 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 الناموس.
الناموس 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 العلي بن محمود بن حبيب الرضا. صباح الخير يا ابو عاليه، صباح الخير يا ابو عاليه. المركز الثاني سهيل بن مبارك برقاد، المركز الثالث وصلنا محمد بن طالش بالقوبع، الرابع محمد بن راهد مرخان، الخامس بن كليب. وهذه النتيجه. كم التوقيت يا علي؟ فزت وخذت الناموس، فزت وخذت الناموس، فزت وخذت الناموس.